دي كانت واخداني مرحلة في حياتها. بيقول كده، كانت واخداني مرحلة في حياتها، استغلتني وأنا صدقتها، وكل شوية تبعد ويحصل مشكلة وترجع تاني وهكذا. أرجع تاني أقول ليس هذا مبرر للقتل. بالنسبة لي القتل ده خط أحمر ما ينفعش إن احنا نوصل. لكن النهاردة فكرة التنمر والغدر والتراكم، التراكم انت بيقول لك انا بقالي سنه ونص معاها، سنه ونص معاها رايح وجاي، لا يمكن يكون في مبرر للقتل تحت اي يعني اي سبب. لكن ولد زي ده يعني تم استغلاله، بتقول قال لك ان هي وصوليه وعندها استغلال، ان عندها استعداد انها تدوس على اي حاجه في مقابل مصلحتها هي بس، وما اعرفش خلت مين ظابط مين يكلمه، الله اعلم بقى، ما ممكن تكون قايله للراجل ده حاجه مختلفه. ما انت النهارده الانسان لما يبقى بيدور على مصلحته وبيستغل الاخرين توقع منه اي شيء. وبعدين حته الاستفزاز والتنمر، يعني ايه الداعي ان انا ابقى قاعده جنب واحده صاحبتي واكلمها وهي هي هي واقعد ابص له واقعد استفزه علشان ايه؟ علشان يحصل ايه؟ البنت ربنا يرحمها ويحسن اليها ويسامحها وربنا يرحم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عملت الفيديو ده علشان أرد بيه على كلام الأستاذة منى الإعلامية اللي طلعت اتكلمت امبارح عن المحاكمة بتاع محمد عادل قاتل الطالبة نيرة فتاة جامعة المنصورة. الأستاذة منى في كلامها أو الفيديو بتاعها كله دار حول إن هما الاتنين اللي هو محمد عادل ونيرة ضحايا. الأستاذة منى حاولت توضح إن محمد عادل ضحية، وحاولت توضح أن القاتل ده تم استغلاله من قبل القتيلة، ووضحت واتكلمت في الفيديو إن فيما معنى الكلام إن هي ضحكت عليه وإن هي استغلته وإن هي ضغطت عليه والكلام ده، ودي دوافع خلته إن هو يرتكب جريمة القتل. فانا لقيت انه صعب ان الواحد يسكت قدام الاستاذه منى. يعني يا استاذه منى انا عايز اقول لحضرتك ان مين فينا ما عندوش مشاكل؟ مين فينا ما عندهوش ضغوط؟ احنا عايشين في الدنيا وفي احتكاكات وفي معاملات وفي خلافات، ده طبيعي ما بين البشر. ربنا خلق البشر، ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر متفاوتين في الفكر ومتفاوتين في الاخلاق ومتفاوتين في الطباع، كلنا بنتعامل مع بعض رتم الحياة اليومي. لو كنا هنقابل الخلافات اللي بنتعرض ليها في حياتنا بالقتل، ما كانش الدنيا يعني كان خلاص، يعني كان كل واحد زعل من التاني او اتخنق من التاني او حد نرفس حد ان واحد يموته او واحد يقتله. فمش منطق ان حضرتك تطلعي تبرري جريمة القتل، وبعدين انت كلامك كله متناقض. يعني انت عمالة تقولي ايه؟ انا مش ببرر جريمة القتل، هو اخطأ وارتكب جريمة قتل ولا مبرر لوقائع جريمة القتل. ومن ناحية تانية عمالة تقولي هو وقع تحت ضغوط وهي ضحكت عليه وهي استغلته. طيب يعني ما احنا عايزين نروح بس في اتجاه واحد، انت عايزة توضحي مجمل الكلام ان هو وقع تحت ضغوط منها خلته ان هو قتلها. فيعني انت بتتكلمي في ايه؟ يا اما يعني هو مخطئ او مش مخطئ. خلاص احنا قدام واحد ارتكب جريمه قتل وجريمه قتل عمد مع سبق اصرار وترصد. ده راجل خد سكينه وعنها معاه وخرج من بيته عازم وناوي بيها ان هو يقتل شخص معين ونفذ جريمه القتل بتاعته. الانسان ده انسان عاقل وانسان ناضج وانسان سوي وانسان يقدر يميز الصح من الخطا. هو لابعد الظروف لو انا مشيت مع كلامك انت وقلتي ان وقلنا ان هي اخطات في حقه او هي استغلته او هي استدرجته او او او، طب ما انت عقلك فين؟ عقلك وتفكيرك فين؟ انت يا استاذه منى قلتي في الفيديو ان ده كان طالب متفوق وطالب متميز وطالب الاول على دفعته، يعني انسان على قدر كبير من الوعي. انت لقيت انسانه وحشه وانسانه بتلعب بيك على حد قولك انت وعلى حد تبريرك، انت لقيت انسانه انت مش قادر تتكيف معاها، لقيتها بتضحك عليك، لقيتها بتستغلك، انت طب خلاص ما تبعد عنها. ايه اللي مخليك اللي انت مكمل معاها لما حسيت او عرفت ان الانسانة دي بتضحك عليك؟ كملت معاها ليه؟
فضلت مكمل حياة رتم حياتك معاها ليه؟ ما تبعد عنها وتسيبها في حالها وتمشي انت لحالك. مفيش وفاق في الطباع، انت لقيت اسلوبك وحياتك وفكرك مختلف عن فكرها وعن حياتها وعن اسلوبها، وهي ما تتناسبش معاك، يبقى انت كان لابد ان انت تبعد عنها. ما كانش ابدا النتيجة، او ما كانش ابدا الموضوع يتطرق لانك انت تقتلها. الاستاذه منى عماله تتكلم في مشاكل الطلبه في الجامعه، وان طالب ممكن يحب طالبه، وان طالبه تستغل طالب، وان طالبه تضحك على طالب. احنا في حياه وكل الحاجات ديت بنشوفها، وكل الحاجات ديت وكتير مننا اتعرض لها، فعمر ما كانت النتيجه ابدا ان الموضوع تكون نتيجته جريمه قتل. يا استاذه منى الموضوع مش سهل، في انسانه روح بني ادمه اتقتلت، في إنسانة اتقتلت، والقاتل موجود واعترف ونفذ جريمته أيا كانت الدوافع والضغوط، ولكن في النهاية هو اختار إنه ينهي الدوافع والضغوط دي بإنه يرتكب جريمة قتل. ده اختياره، فإذا هو يعاقب عليه، هو يعاقب عليه، ويعاقب عليه عقاب القاتل العامد المتعمد على إزهاق هذه الروح. فالكلام بتاع الأستاذة، وبعدين أنت قدامك واحد، يعني أنت هي ماتت، هي مش موجودة يا جماعة، هي توفت. فأنت قول براحتك اللي أنت عايز تقوله، وما فيش حد قدامك، ما فيش حد يدافع عن نفسه، ما فيش حد يجزم كلامك ده مدى صدقه إيه، ما فيش حد يقول أنت بتكذب ولا بتقول الحقيقة. ما هو لازم، يعني انت واقف قدام القاضي، ما انت هتقول ايه؟ ما هو لازم هيقول حاجه، لازم هيقول ايه. ولكن ايا كانت هذه الدوافع، هل هذه الدوافع تقود في النهايه الى ارتكاب جريمه القتل؟ وتطلع الاستاذه منى تقول انا ما بدافعش عنه، هو ارتكب جريمه قتل، وجريمه القتل لا يمكن لشخص ان يبررها، ولكن انا عايز اعالج الدوافع او اسباب اللي وصلته. اسباب ايه؟ مين فينا ما بيتعرضش لضغوط؟ مين فينا ما عندوش مشاكل؟ كل الناس ماشيه في الشارع عندها ضغوط وعندها مشاكل، وفي خلافات ما بينها وما بين الاخر. احنا بشر، يعني حكم الحياه، طبيعه الحياه، طبيعه الدنيا. هو اختار ان ينهي مشاكله بجريمه القتل. ابعد عنها يا اخي، ده لقى، انت لقيت ان في انسانه في مشكله جايه لك من ناحيتها، انت غير مرغوب فيك، انت وصلت لان هي بتضحك عليك، سيبها، اختار طريقك بعيد عنها، ما تربطش حياتك بحياتها. تقتلها ليه؟ تسيب نفسك ليه؟ على حد قول الأستاذة منى، أو على حد قولك إن هي تضحك عليك. أنت اخترت طريق نهايته، ربنا يحفظنا جميعا ويكفينا شر النهاية اللي اختارها محمد عادل لنفسه. وأنا مش بتكلم عن القضية برضو يا جماعة، أنا بتكلم عن كلام الأستاذة اللي طلعت تتكلم عن المبررات والدوافع، وأخذت من الدوافع والمبررات دي. هي بتقول ان هو مش سبب ان هو يقتلها، ولكن هي عماله تعيد وتكرر، وعملت فيديو نص ساعه فيه. طب ما انت بتتكلمي في ايه؟ فخلاص احنا الموضوع بالنسبه لنا كموضوع منتهي، انسان ارتكب جريمه قتل واعترف بالجريمه بتاعته، والجريمه بتاعته موثقه يحاسب عليها بالقانون، ولكن ما في دوافع ابدا ولا اسباب تقود الى ارتكاب جريمه القتل. فانا حبيت اوضح لحضرتك، وانقل برضه لحضرتك الفكر والراي الاخر، لان انا شايف وكلنا شايفين، يعني من وجهه نظر ناس كتير جدا، ان هذا القاتل اخطا ولا بد ان ينال جزاؤه.